نشرت استوديوهات سانتا مونيكا لعبة من إنتاج كلاستيك، لعبة بأسلوب قصصي جدا جديد، ما فيها كلام ولكن فيها قراءة. القصة هالمرة هاي هي عبارة عن أم مع بنتها، ولكن هذا جزء صغير من القصة ضمن قصة إلها صورة أكبر بكتير. اللعبة من أسلوب البلاتفورمر، يعني رح يكون في عندك سلالم شكلها غريب، حبال شكلها غريب، وحواف شكلها جدا غريب، كل هذا ضمن جو سيريالي خلاب مع رقصات من الباليه. سريالية اللعبة أضافت للجرافيكس ولطبيعة التصور في هاي اللعبة أسلوب جديد من الزمكانية نفسها. اللعبة بحد ذاتها بتواجه كل الأشرار من خلال الرقص، الألوان والموسيقى. انتقالك في اللعبة هاي من مرحلة للتانية بتم من خلال دفتر عليه رسوم. هذا الدفتر بيعطيك المجال انك تختار اي مرحلة عشان تبلش فيها ما عدا المرحلة النهائية، مع اصوات ومناظر جدا خلابة. اختيارك للفصل اللي تلعب فيه نوعا ما راح يمثل لك تحدي، ولكن هذا التحدي مع موسيقى بيانو جدا هادئة، أحيانا بتصير هجومية خلينا نحكي بناء على الموقف والإيحاءات السريالية اللي موجودة فيه. اللعبة بتخللها مواقف جدا سريالية وغامضة، تستلزم من اللاعب إنه يدور حوالين هذا الموقف أو هذا المنظر من غير ما يعرف إيش اللي لازم يعمله أو أحيانا شو المطلوب من هذا الموقف، ولكن في النهاية كل المواقف هاي راح تؤدي لنتيجة واحدة. طبعا ما راح احكي لكم هاي النتيجة، بدي اياكم تعرفوها انتم. احلى اشي باللعبة هاي كمان اضافة الفوتو مود، بامكانكم في اي لحظة وباي وقت توقفوا اللعبة وتفوتوا على الفوتو مود وتعملوا صور جدا رائعة، سواء للأميرة سواء للمناظر اللي موجودة حواليكم بألوان جدا دافئة ورائعة. إذن في النهاية تقييم لها اللعبة هاي راح يكون كالآتي: الموسيقى المصاحبة والتصويرية كانت 9/10، أما أسلوب اللعب فهو 6/10 نتيجة أحيانا صعوبة التحكم في الكاميرا، أما القصة زي ما حكيت فهي 8/10. الجرافيكس 8/10 لأنها أشكال غريبة جدا وسريالية، أما القيمة مقابل المحتوى فهي 8.5/10. لهون يعطيكم ألف عافية، كان معاكم إيجي سليمان وشكرا لكم.